شو فكرة الـ equivalent length method؟ الـ equivalent length method بتقول أنا بدي أحاول أستعمل زي ما عملت بالبايب وأخذت هون length للبايب، جيت قلت هذا البايب هون له طول مثلا 5 متر، بعد الـ 5 متر من البايب هذا حطيت فالف، الفالف فيها head loss بس أنا حابب أحول هذا الـ head loss لهاي الدائرة لأمتار كمان، فبده يجي يقول هذا الفالف يعادل بايب طوله مثلا 3 متر، فبصير عندي اذا بدنا ناخذ هذول التنين نساوي هذول المعادلتين حتى اطلع شيء اسمه equivalent length. هي الفالف ما لها length، يعني هو عمال يقول انه اذا عندي انا بايب طويل من هون ونفترض طول هذا البايب مثلا 10 متر وهذه ال له، هاي ال فعليا في طول حقيقي، وجينا ركبنا هون فالف، هلا هذه ما لها ال بس لها ال equivalent اللي هي رح تكون ال على دي في اف تساوي كي. فاذا بدي اطلع ال equivalent باجي بقول كي في في سكوير على 2 جي رح تساوي اف ال equivalent على دي في في سكوير على 2 جي، في سكوير على 2 جي رح تشطب مع في سكوير على 2 جي، وإذا أنا عارف K لهاي الديفايس رح تصير عندي K DK على F تساوي L equivalent، فكأني بقول إنه هاي الفالف مظبوط هي الفالف صغيرة هيك وطولها بس هي تكافئ 5 متر من هذا البايب كلوس أو كطول يعني. إذا ناخذ مثال من الأمثلة هون رح نيجي نقول عندي فالف وK بتساوي 10 فهي نفس الشيء برضه وايد أوبن جلوب فالف كي إلها بتساوي 10، في عندي فلويد نيو إلو بتساوي 100 سنتي ستوكس، أي فيسكوسيتي هاي؟ كينيماتيك ولا أبسولوت؟ كينيماتيك اللي هي نفسها نيو على رو، إذا قسمنا نيو على رو بتعطيني الكينيماتيك at viscosity. هلا 100 سنتي ستوك بتساوي 100 ب 10 to the minus 2 ستوكس، مضبوط؟ لأن السنتي هو 10 to the minus والستوك بيساوي بيساوي سنتيمتر سكوير بير سكند، فحتى أحول سنتيمتر سكوير راح أحط 100 سنتيمتر تحت وأربعهم وأحط 1 متر فوق من هون، فعشان السنتيمتر سكوير يشطب مع السنتيمتر سكوير فبتصير هاي 10 او 100 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 واللي بتصير 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 سكوير متر بير سكند، هذه كينيماتيك فيسكوسيتي. اذا هي طلعنا هذا الفلويد طلعنا له كينيماتيك فيسكوسيتي من هون عندي دي بتساوي كمان 1 انش، واذا بدنا نحول دي بتصير عندي 0.0254 متر، فالاريا تبعت هذا الفالف اللي هو مفتوح على الاخر بتساوي باي 0.0254 على 2 تربيع، فبتطلع الاريا 5.067 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 سكوير مترز، وكيو معطيني 30 جالونز بير مينت 30 جالونز بير مينت، ونفس الشيء رح نعمل رح نحط هاي بتساوي 30 يو اس جالون 1 يو اس جالون على 1 مينت، من هون رح احول للترات رح احط هون يو اس جالون، وهاي كانت 3.78 وين الرقم؟ انا محولها جاهزة من هون، هي كان في هون رقم 3.78541 أظن times 10 to the minus 3 cubic meters، هذه هون 1 جالون، وبعدين بدي أتخلص من الدقيقة كمان راح أحط 1 minute 16 seconds، فالفلو راح يطلع معنا Q بيساوي يطلع معي بالآخر Q بيساوي 1.893 times 10 to the minus 3 cubic meters per second. صار عندنا الفلو، عندي A وعندي الفلو، ايش بقدر اطلع؟
velocity. V. فV بتطلع معنا 3.736 meters per second. هلا هون حتى اطلع الـ equivalent flow لازم اطلع الـ friction factor. حتى اطلع الـ friction factor ايش لازم اعرف؟ انه لامينر او تيربلر، مش هيك؟ لازم اجيب الـ Reynolds number من هون. فحتى نطلع الـ Reynolds number من هون في عندي الـ viscosity موجودة. فالـ Reynolds number NR يساوي V، متذكرين في D على نيو وV عندي 3.736 D 0.0254 على الفيسكوسيتي واحد 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 فبيطلع معي الرينولد نمبر هون 948 اللي هو اذا لامينار اذا ما بسال عن ريلاتيف رفنس اوكي ريجاردلس اوف ريلاتيف رفنس الفريكشن فاكتور شو راح يكون اف 64 على 9.4.8 واللي هو بيطلع الفريكشن فاكتور 0.06744 دايمنشنلس فصار بامكاني الان اطلع الايكوفلنت لينث هي المعادله الايكوفلنت لينث يساوي دي في كي على الفريكشن فاكتور فبصير عندي لهذا الفالف الايكوفلنت لينث بيساوي 0.0254 في كي اللي هي 10 على الفريكشن فاكتور اللي هو 0.067 فبطلع الـ equivalent length هو 3.766 meters يعني كأني من هذا البايب كأنه طوله بالنسبة لها إذا بدي أحسبه بيونتس البايب هذا كأنه هذا طوله 3.766 منه كحسابات هذا مش الهيد لوس هذا الـ L equivalent كأنه عندي بايب هاي اسمها الـ equivalent